الكرام المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من طبعة المشاهد. نبدأ أولى ملفاتنا الصحفية مع كلمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لمعالي وزير الخارجية وكبار مسؤولي الوزارة ورؤساء بعثات المملكة في الخارج. صحيفة الرياض أشارت في صفحتها الأولى إلى كلمة الملك لوزير مسؤولي الخارجية الذي أكد فيه بأن تكون صدورهم قبل أبوابهم مفتوحة للمواطنين وتلمس حاجاتهم ورعاية شؤونهم وتذليل ما قد يواجهون من عقبات، في حين أشارت صحيفة الوطن إلى 5 توجيهات وجهها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لرؤساء بعثات المملكة في الخارج. أما صحيفة الحياة فأشارت إلى تأكيد خادم الحرمين على أن السعودية تواجه تحديات قد تؤثر في مصالحها، وقال أنه لا بد من اليقظة والحرص للتعريف بدورها في تحقيق السلام. وبدورها أشارت صحيفة المدينة لكلمة الملك لمسؤولي الخارجية تحت عنوان اليقظة لمواجهة التحديات وتذليل العقبات للمواطنين. وأخيرا من صحيفة مكة التي تناولت توجيه خادم الحرمين للسفراء بأهمية التعريف بنهج المملكة وسياستها التي تقوم على الوسطية والتسامح والاعتدال والحرص على التعايش بين الشعوب ونبذ العنف والإرهاب وحسن الجوار. ولمناقشة ملفاتنا الصحفية أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ نايف أرشيد الصحفي في صحيفة الشرق الأوسط ومن الباحث دكتور علي الرفاعي مدير مكتب صحيفة عكاظ. أهلا ومرحبا بكما نايف. نتحدث عن توجيه خادم الحرمين لرؤساء البعثات أو بعثات المملكة خارج المملكة. ممتاز، أولا شكرا لك أخوي عبد الله على هذه الاستضافة فريق الإعداد، وأهلا بالسادة المشاهدين وتحية للدكتور علي. بلا شك أنه استقبال خادم الحرمين الشريفين أمس لممثلي البعثات السعودية في الخارج احتل الصفحة الأولى على تقريبا جميع الصحف السعودية نظرا لأهمية هذا اللقاء. حرص خادم الحرمين الشريفين السيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على توصيل رسائل معينة تكون نبراسا ودليل عمل للسفراء، لعل أهمها هو موضوع أن يكون عمل السفير يعني شامل، لا يكون فقط على الاستماع لمطالب المواطنين وهو مهم، لكن لا يجب أن يتعدى هذا الموضوع إلى التعريف بسياسة المملكة، التحديات المشتركة بين المملكة وبين الدولة الشقيقة الأخرى، وأيضا التعريف بسياسة الاعتدال والمنهج الوسطية ومكافحة الإرهاب والتطرف. هذه يمكن لعلها هي الملاحظات الرئيسة في كلمة خادم الحرمين الشريفين. يجب على كل السفراء أن يضعوا هذه الكلمة أمام أعينهم وفي كل يوم عمل لديهم، لأنه هذه الكلمة تمثل يعني منهج أو خطة طريق لعمل كل سفارة وممثلية في الخارج. بلا شك أنه في الفترة الماضية مع وجود التحديات الإقليمية سواء من الناحية السياسية والناحية الاقتصادية والاجتماعية، ظهرت جليا أهمية سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج، ويجب أن يكون عمل السفير لا يجب أن ينحصر فقط على تلمس احتياجات المواطنين هناك، بل يجب أن يتعدى هذا الموضوع ليشمل النواحي الثقافية، النواحي السياسية، النواحي الاجتماعية، ولا ينحصر على مجال دون الآخر. نجد أن هناك يعني سفارات للأمانة من خلال تواصلنا الإعلامي معها نجد أنها هي من تكون أول الحاضرين في الحدث وتوكيل فرق متابعة من المحامين وغيره. لا أريد أن أطرق مثال أو أسمي مثال دون الآخر لكي لا أتهم بأني منحاز، لكن وجدنا نحن كصحافة بأن السفارة تتابع هذا الموضوع، وأيضا هذا تمثل أيضا فيما يتعلق بمعرفات السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وغيره من سرعة التفاعل لهذا الموضوع. طبعا نريد أن يكون هذا مضاعف، لا يكون فقط مقتصر على المتابعة، بل يجب أن يكون السفير عمله عمل يعني لا ينحصر على جهة دون الأخرى، بل يجب أن يتعدى هذا الموضوع كما قال سيدي خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بالتحديات المشتركة، سياسة المملكة. أن يكون هناك نقطة مهمة لفت لها خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بالتعايش الموجود لدى المملكة العربية السعودية، يجب أن يكون هذا الموضوع هذه الرسالة موجودة لدى الآخر بأن المملكة العربية السعودية حريصة على كل التعايش مع كافة الأطياف الدينية. نعم أستاذ علي، سفاراتنا تحتاج إلى دعنا نقول صناعة تمثيل وطني حقيقي، يعني تقوم السفارات خارج المملكة بأدوارها فيما يتعلق ب
دعنا نقول التنقل وبعض الحاجيات عند تعرض أحد من المواطنين مثلا إلى إشكالية قانونية، ولكن دور السفارات أعتقد أبعد من ذلك. كما قال نايف، هنالك لها أدوار يجب أن تعكس رؤية المملكة، أن تعزز من وجود المملكة ثقافيا وإنسانيا وتاريخيا في تلك الدول. طبعا أستاذ الكريم، نحن طرحنا من خلال هذا البرنامج قبل بضعة أشهر رؤية حول أنه ينبغي أن يكون في كل سفارة عادل الجبير. كان ذلك بمناسبة الحضور المبهج لوزير الخارجية في عدة مناسبات، ويعني توضيح كثير من الأمور الملتبسة على البعض، أو يعني تصحيح الصورة المغلوطة عند آخرين. أنا أتصور أنه كلمة خادم الحرمين للسفراء هي جانب تذكيري، لأنه كل هؤلاء السفراء هم محل ثقة، وأيضا أبدوا قسما وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أخي الكريم عبد الله، لو تكلمنا بصراحة قليلة، يعني بعض الصراحة في هذا الموضوع على مستوى المواطنين، أنا أتصور أن نحن كنا نسافر كثيرا، لكن من منا يذهب إلى السفارة؟ القلة أو الذين فعلا لديهم يعني احتياج حقيقي وفعلي للذهاب. فيعني ينبغي ألا يكون شغلنا الشاغل هو الذهاب للسفارة إلا عند الحاجة إليها. الأمر الثاني، أتصور أنه خادم الحرمين ركز على خدمة المواطن. بعض السفارات إلى هذا اليوم ربما لا زالت تعلق لوحة قسم شؤون الرعاية، والرعاية هذا مصطلح بائد من أيام الدولة العثمانية، يفترض فعلا أن يزال فعلا، لأن نحن مواطنون لا رعاية منذ توحدت هذه البلاد. الأمر الثالث، أتصور أن النماذج المضيئة في سفاراتنا، وعلى سبيل المثال الراحل الدكتور غازي القصيبي رحمه الله، الذي كان في كل السفارات التي عمل فيها في البحرين أو عمل في بريطانيا، كان فعلا عبارة عن برنامج عمل يومي وأسبوعي وشهري ودوري. هناك مجلات ثقافية تصدر، هناك لقاءات أسبوعية يعقدها، هناك اجتماع بالفريق العمل معه. الحيوية مطلوبة، ونحن كما تعلم يعني أصبحنا في مرمى أهداف أعداء عدة، يعني من داخلنا ممن يعني شوهوا الصورة عن المواطن السعودي، ومن خارج الأعداء الذين يتربصون بنا. فنحن ندعو للسفراء بالتوفيق، ونتمنى فعلا أن تكون كلمة خادم الحرمين يعني عناوين أو ورق أوراق عمل يعني تتحول إلى مشروع إن شاء الله. أعتقد دكتور علي بأنه أصلا دور السفراء لا يقتصر على المواطنين الذين يزورون تلك الدول، هو انعكاس لقيمة المواطن السعودي للدولة في الداخل هنا. يعني عندما تقوم تلك السفارة بأدوارها المختلفة، ذلك يزيد دعنا نقول من قابلية التعامل سياسيا واقتصاديا وإنسانيا مع وثقافيا أيضا مع المواطنين داخل المملكة. يا سيد الكريم، نحن يعني نثق في النخب الدبلوماسية، لكن كما قلت ربما يعني البعض لديه حساسية من أنه مثلا السفارة تكون يعني مضافة مثلا للسعوديين ولغير السعوديين من البلدان التي السفارة يعني مقيمة على أراضيها، فيفترض أن تزول هذه الحساسية. يعني أنت كونك منفتح على الآخرين وعلى مواطنيك في الخارج، هذه إيجابية وليست سلبية. أنك أنت تكون معهم وتكون أيضا كما قلنا يعني النموذج الأمثل الذي يبين ويوضح الحقائق، وأيضا يزيل الالتباسات ويقدم الخدمات. يعني تعرف عمل السفارات هو خدمة أكثر من كونه يعني أو تسهيل أمور سواء المواطنين أو لغيرهم مستثمرين ورجال أعمال، وأيضا حتى من يريدون أن يتعرفون على بلداننا. نعم، وهذا يلحق به الملحقيات الثقافية التي دورها لا يقل عن دور السفارة في مسألة التعريف الثقافي والفكري بالبلد و أيضا منجزاته. نعم، الجانب السياحي في موجود في رؤية 2030، أعتقد بأنه هنالك شكل جديد من
المهام التي توكل إلى السفارات للتعريف بالمملكة بمناطق المملكة. المنظر خلف الدكتور علي صراحة مشوق يعني. والأجواء في الرياض. الأجواء اليوم زينة بس هي ما تجي زي البح. بلا شك كلامك هو فعلا أمر مهم جدا بأنه يجب التشجيع على السياحة الدينية والسياحة في بعض المناطق التاريخية التي تتواجد في المملكة العربية السعودية. هناك تراث تاريخي كبير جدا في الجزيرة العربية يجب أن يكون منحصرا فقط على. نحن في الإعلام تأثرنا بالخطابات يعني أول ما ذكرت السياحة الدينية بينما ذلك مصطلح صنع للمملكة دون غيرها. أعتقد بأنه مجالات السياحة في المملكة مجالات مختلفة. السياحة مختلفة وهذا اللي أنا حبيت أن استطرد فيه فيما يتعلق بالسياحة الثقافية والسياحة ليست فقط الجانب الديني بل هناك مجالات مختلفة جدا ومع وجود أو مع وجود بعض الشركات المتخصصة التي تعاونت مع الهيئة الوطنية للسياحة والتراث فيما يتعلق بالسياحة لجلب برامج سياحية بلا شك أنه سيعطي هذا الموضوع جانب محفز جدا. ونرى أيضا هناك مهرجانات مختلفة ما يتعلق بمهرجان جانرية الفترة الحالية وأيضا مهرجانات مقبلة ستكون بلا شك أنه هذا ما عندنا الجنادرية إن شاء الله نشوف مهرجانات بإذن الله مع وجود هيئة الترفيه. نتمنى أن تكون رزنامتها التي أعلنت عنها فعلية ليست فقط لغة كلام. والمملكة مؤهلة بأن تكون مقصد سياحي علمي وتراثي وثقافي وترويحي و يعني موقعها الجغرافي تكوينها التاريخي الأشياء كثيرة تؤهلها بأن تكون مقصد سياحي يعود بالنفع على المواطنين وعلى الدولة. وهذه مهمة الملحق الثقافي هناك في كل سفارة بأن يعرف على كافة المناشط التي تتواجد في المملكة العربية السعودية. طيب عاد الملحق الثقافيين تحديدا الثقافيين أو الملحقيات الثقافية أعتقد أنهم يحتاجون إلى إعادة نظر وأن يكون هنالك إلحاق ثقافي حقيقي ليس مجاملة لبعض كوادر التعليم. وإلى ثاني ملفاتنا الصحفية وخبر من صحيفة الرياض التي أشارت إلى أن المملكة تعرضت لهجمات واحتراقات إلكترونية شملت عدة جهات مختلفة حكومية وأهلية مما تسبب في تعطل الخدمات الإلكترونية في هذه الجهات وتوقفت من خلال مصالح المواطنين والمراجعين. الرياض استضافت من خلال هذا التقرير عددا من الخبراء والمختصين لتسليط الضوء على هذا الهجوم الإلكتروني وما هي الدوافع من ورائه ومن يتبنى هذا الإرهاب ويدعمه وما هي الحلول لمواجهته وكيف نحصن أجهزتنا من هذه المخاطر. في حين أشارت صحيفة المدينة إلى إطلاق المرحلة التأسيسية لإنشاء اللجنة المؤقتة للجيش الإلكتروني الخليجي بعد 14 يوما لمواجهة أنشطة الإرهاب الإلكتروني بدول مجلس التعاون. أبدأ من لدنك دكتور علي يعني جيش أو الخليج يجيش جيشا إلكترونيا لمواجهة الهجمات والاختراقات والاعتداءات الإلكترونية ما رأيك؟ أتصور أنه كان بالإمكان تفادي مثل هذا الجيش بالحرص على أن تكون البرامج الحماية التي تستعمل في الشركات أو في المؤسسات ذات جودة عالية. أتوقع أن نحن ما زلنا أحيانا نعتمد على الأرخص أو الأقل سعرا وهذه نتيجة أو ثمرة من ثمراته. الأمر آخر اللي هو تأهيل الموظف المعني بشبكات الحماية. إذا كنا نحن نعتمد على مواطنين سعوديين فهذا جيد، أنا أعتبر أن هذا إنجاز. لكن فيما أسمع أن هناك شركات أجنبية هي التي تشرف على جانب الحماية أو الوقائي لهذه البرامج أو الأنظمة، أنظمة الحماية في المؤسسات. أمر آخر يا سيد الكريم أن هناك موظفين ربما أو هناك موظفون لا يصلون للمستوى الذي ذكرته الصحيفتين مستوى الوعي الأمني، وربما أنا وأنت والزميل نايف وآخرين يعني نتفاجأ أنه تأتينا رسائل يومية على جوالاتنا من شركات نحن ليس لنا بها أي علاقة. هذا التأكيد على أن في تسريب لمعلوماتنا سواء في شركات اتصالات أو في بنوك أحيانا. طيب فهذا موضوع خطير يعني فعلا المسؤولية أتصور مسؤولية الموظف القائم على معلومات العميل الموظف المسؤول عن شبكات حماية يفترض أن يكون تأهيله أعلى يعني ويصل لمستوى التأهيل الأمني فعلا الحقيقي. نعم
لأنه أصبح الآن كما لاحظنا تخترق مؤسسات من خلال موظفين. جميل. تبعث إيميلات ويقوم بفتحها والتعامل معها، وهي فيروسات تتسبب في تعطيل أنظمة عمل. وإلى اليوم نحن في الباحة، يعني قبل قليل أنا كنت أتحدث مع صديق أن مكتب العمل معطل. فهذه يعني إشكالية. مكتب العمل وغير بعضهم يدفع غرامات بسبب هذا التعطيل. صحيح. نعم. أنا أتحدث عن الباحة تحديدا لأنه معطل النظام. عندكم عندنا خير يا دكتور، الباحة وغير الباحة، مكتب العمل عنده إشكالية وعنده مشاكل في نظام. يعني الدكتور علي يقول أنه مسألتين أشار إليها. المسألة الأولى أنه بعض الجهات تبحث عن النظم منخفضة السعر. أنا أعتقد بأن مؤسساتنا الحكومية أكثر جهات تدفع ببذخ، يعني بزيادة. هو الدفع غير مقنن ولا يتجه إلى اتجاه الجيد ما يتعلق بترسية هذا المناقصة دون الأخرى. لا يجب أن نلتفت إلى دو الأرخص على حساب الجودة. هذا ما أظهره الهجوم الأخير اللي تعرضت له المملكة العربية السعودية من خلال تحقيق واستقصاء قمت به قبل أسبوعين. لا زالت أولا يجب الإشارة إلى نقطة مهمة، أنه الهجوم الأول لا يزال الفيروس خامل، والفيروس الثاني لم تنجح المملكة 100% بالقضاء عليه، بل هو موجود أيضا خامل في بعض الجهات وقد يظهر مرة أخرى. هذه أول نقطة. نقطة مهمة جدا، يجب على رأس الهرم، أنا أثق في كل من يعملون في تقنية المعلومات خاصة إذا كان تم توظيف السعوديين الأكفاء. لا نثقل على السعوديين. لا، ترى مسألة صيانة الجوالات لها شهرين عندنا. مسألة أنه ناس مختصين في جدر الحماية في مختصين ما يخالف، في بسعدات قليلة، يعني الاستعانة بالخبراء من خارج المملكة شيء طبيعي. الاستعانة بالخبراء أمر جيد، ما عندي مشكلة فيه. لكن النقطة التي أريد أن أوصلها بأنه هناك كوادر شباب على كفاءة عالية جدا استطاعت تكتشف أيضا هذا الهجوم. كيف اكتشف هذا الهجوم؟ من خلال مركز الأمن الإلكتروني والجهود فيما وأيضا هيئة الاتصالات. لكن النقطة المهمة التي أريد أن أشير لها وكثير منهم أفصحوا عنها هي ما يتعلق بأن يكون موظف أو رئيس القطاع المسؤول عن حماية المعلومات هو النقطة الأولى التي يجب أن يتلاقى فيها مع رأس الهرم في المؤسسة. بمعنى آخر، رأس الهرم في المؤسسة يجب أن يكون على مستوى واعي جدا بأهمية هذا الرئيس وأهمية هذا القسم، لأنه كثيرا من الجهات الحكومية لا تعطي أهمية لهذا القسم، بل يعني يتجاوز عليه ويستذكرون عندما تأتي مثل هذه الهجمات. هذه نقطة مهمة جدا وجدتها في ما يتعلق بالهجوم الأخير. عجبني توصيف مصطلح الإرهاب. هو نعم هو إرهاب إلكتروني، أنا يعني معجب بهذا التوصيف الصحفي الدقيق الذي ينم على فعلا. أنا لا أريد أن أخذ تروي يعني جانب يعني هلع أو جانب تلاشي، لكن طالما هو اعتداء فهو إرهاب. هو إرهاب. نعم. بلا شك، لكن لا نريد أن نضخمه. نعم، تجاوزت المملكة كثير من ما يتعلق بالهجوم، لكن يجب أن نعرف كل المشاكل التي كل الثغرات التي طيب. استفاد منها هذا الفيروس وتوغل. إلى ثالث ملفاتنا الصحفية، وخبر من صحيفة الحياة التي أشارت إلى أن بلدية غرب الدمام رصدت حوالي 238 شاحنة مخالفة تنهل الرمال، وذلك خلال حملات ميدانية أقامتها أخيرا بالتعاون مع جهات معينة، فيما كثفت البلدية حملات ميدانية لضبط مخالفي نهل الرمال من المناطق الممنوعة. وبدورها أشار صحيفة اليوم إلى أن مسلسل سرقة الرمال ما زال متواصلا، حيث أفاد كثير من المهتمين بأمور البيئة بأن التوغل جاء نتيجة غياب الرقابة لموضوع تهريب ونهل الرمال من مواقعها التي أوجدها الله فيها، ولا تزال السرقة تعري الصحراء من ردائه الطبيعي. أستاذ علي، أنت كقارئ عندما تقرأ مثل هذا الخبر ما هو التساؤل الذي يخطر في بالك لأول مرة؟ أو دكتور علي عفوا. أول ما يخطر في البال سيدي بيت شعري حفظته من زمن بعيد. جميل. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. ويمنعوا. إلى وقت قريب، وأنا والله أعتبر أنه الرمل هو يعني أشبه من الأمور المشتركة التي صلى الله عليه وسلم تحدث عنها. دكتور علي، هذا البيت مناصر للمخالفين لسراق الرمال.
لا هو يعني كان يقول حتى يعني في يوم من الايام لو اكثرت على واحد في الطلب نعم. حتى لو تطلبوا رمل نعم. يقول لك يا اخي فك عنه يعني من مسألة العطاء. لكن أنا أتصور أنه الرمل من المشتركات، أتوقع كذا المشتركات الوطنية شأنه شأن الماء في الغدران وشأن الحطب مثلا في الأودية أو في الجبال أو في الصحارى، وشأن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في ثلاثة، والنار أيضا أو العشب والمرعى. فما أعرف، توصيف سرقة مبالغ فيه كثيرا، لأنه ما أتصور أنه ينطبق قانونياً وحتى شرعياً أو فقهياً نعم. على مسألة أخذ الرمل، لأن السرقة هو الأخذ المال المحرز أو المحفوظ في نعم. في موقع ما. فطبعاً هذه أماكن مفتوحة نعم. وأتوقع أن هؤلاء المساكين أو البسطاء الذين يبحثون عن رزق في هذا الجانب لا يتعمدون أن يكون اعتداء أو سرقة حتى أنه يخالف. جميل. لكن إذا أماكن محصنة ومقام عليها أسوار ولها حراسة أو أبواب مغلقة نعم. ثم يأتي من يتجاوز هذا السور أو الباب أو يكسر ويأخذ فهو مخالف. جميل. نايف، يعني هذا الخبر أوجد بأن هنالك مخالفة نهل الرمال أو أخذ الرمال من غير وجه حق من مكان مفتوح كما ذكر الدكتور علي ليس عليه حرص، لكن في المقابل الصحافة لم تعمد إلى دعنا نقول إيضاح نظم أخذ الرمال مثلا. بالضبط. ما هي يعني أنا ما أفهم وش النظم يعني. وش هل هناك نظام يجرم هذا الموضوع؟ ما يعني وش العقوبات اللي موجودة؟ بعدين لفت نظري أنه هذا الخبر موجود في صحيفتين، بمعنى آخر هل هذا بيان صحفي أطلقته الأمانة؟ طيب إذا أطلقته الأمانة صورت، طيب وبعدين؟ يعني وش العقوبات اللي ستلحقها أو لا، إن كان من عقوبات تلحق؟ اولا انا اعتقد ان هذه من الثروات الطبيعيه، انا اعتقد انه يجب ان تجرم مثل هذه الافعال، لانه مثل هذه الافعال هو ينطبق على الافعال او المقدرات الطبيعيه الاخرى فيما يتعلق بالمياه غير ذلك. انا لدي تساؤلات اكثر من ما طرح، يعني ما طرح هو فقط أنه هناك مواصلة لهذا النهب. جميل هذا التحرك من صحيفتين الحياة واليوم، وهو لكن وهو في أكثر من منطقة، وهو في أكثر منطقة يعني، لكن يعني يمكن المنطقة الشرقية تمتاز بنوعية هذا الرمال التي قد تستفاد في النواحي العمرانية وغيره، لكن نبغى نعرف أصلا ما هي الأسباب التي دعت إلى هذا الموضوع، ما هي العقوبات، ما هو دور الجهات الرقابية في هذا الموضوع، ما هو دور الأمانات في هذا الموضوع، كيف يكون هنالك تنظيم، هنالك هجرة رمال، رحلة رمال، هنالك رمال متكدسة تتحرك، إذا كان لابد اجعلوا تنظيم واستثمروا هذه الرمال طالما هي من الثروات، من الثروات الطبيعية. نعم. والعكس صحيح ترى، يعني إذا كانت مجرمة لماذا لا يتم التجريم بهم، لماذا تستمر هذا الموضوع؟ يعني صحيفتين طيب. أشارت إلى أن هناك استمرار، طيب الاستمرار معناته أنه في مصدر ربح، مصدر الربح هذا أين يتجه ولمن؟ جميل. ختاما أشكر ضيفي في الاستوديو نايف رشيد الصحفي في صحيفة الشرق الأوسط، ومن الباحث دكتور علي الذي تعنى للوصول إلى الاستوديو، علمنا بأن الضباب لديكم يحد من الرؤية والوصول إلى مناطق داخل منطقة الباحة، أعتقد بأنه من الصعب، لذلك شكرا لك، أتيتنا أنت والضباب بصحبتك، شكرا دكتور علي. مشاهدينا الكرام، نشاهد وإياكم صور كاركتير ونعود. مشاهدينا الكرام، في نهاية الحلقة بلغنا بكم الود، كونوا بخير.